بونجور زينات، اليوم راح ندير لكم حوت في الفور او صينيه سمك فيلي في الفرن، وتمشي اي حوت يمشي معاها. هنا درت الخضره تاعي وقطعتها، كرفجت الثوم وقزبر معدنوس، ودرت هنا شويه كمون وشويه فلفل كحل وشويه سبع بهارات وشويه ملح وشويه العكري كما راكم تشوفوا، وحكمتهم عبستهم قاع وشويه زيت زيتون، زوج مغارف ولا ثلاث مغارف زيت زيتون، وعصرت عليهم القارص ودلكتهم قاع في بعضهم وغطيتهم بالسيلوفان وحطيتهم في الفوغ. هنا نسيت نصور، ندير شويه زبده بصله طماطيشه ونحط الكروفات تاعي، الكروفات الصغيره قاع، والبهارات ندير كمون فلفل كحل عكري وكاري هندي وشوية سبع بهارات، والحب هان ورق اللورة ونص عود قرفة. وعندي هنا حطيت كاس كبير تاع رز وخليته شوية ومرقته بكاس تاني تاعمة، يعني كاس رز بسمتي بكاس ما، ونغلق عليه ونهبط نقص له النار قاع، نخليه ابتيفو ونخليه يطيب مع روحه كيما راكو تشوفوا. هنا درت السلطة تاعي، سلطة ماشي شلاضة، كيما راكو تشوفوا درت الخضرة ديالي وقطعتها، حطيت زوج مغارف زيت وشوية ملح وشوية قارص برك، وتخليوها باش تطلق الماء ديالها باش تاكلوها مع الرز. كيما راكو تشوفوا هنا عصرت لها القارص، وهنا نسيت كدرت الفلتر وعاودت نحيته كيما قلتوا لي، وهنا الرز تاعي كان طاب، نخليه ابتيف يطيب ما يتحرق ما يصير والو. هنا الحوت بدلت له البلا كانت لاصوص تاعي بزاف حاره باش نقصلو، وهنا الريزلتا كيما راكم شايفين، الماكله جات بزاف بنينه وريحتها روعه، وكيما راكم تشوفوا برك. سيوها وقولوا لي واش رايكم في لي كومونتير. باي باي. جمال، بصي من قبل اي حاجة بصراحة الاكل ريحته تحفة رقم واحد. انتي جزائرية شاطرة قوي، تمام؟ تاكلي الضغط. بس ليه انتي بتحبي تطبخي بدماغك؟ يعني مثلا ايه، ساعات تطبخي حلو وساعات تطبخي بصراحة غير ما اكل. انا قاعدة ما اكلت بس بنينة. تعالي بس نوري الناس منظر الرز بالجمبري عامل ازاي، تحفة تحفة طعمه. انت ذقت جمال كليت بصراحه، وانت جوه قمت اخر حته بصراحه. بص اسمها ايه، سمك فيليه. سمك الفيليه، بصي بصي كده قربها عليه، تحفه. سيبك بقى من الكلام ده كله، ولا شكل السلطه يا رانيا تحبل تحبل يا رانيا تحبل. اخيرا هندوق بقى الرز بالجمبري ده. اخيرا عذبتني عذبتني على ما حاجه عجبتك. هو شكله حلو وطعمه حلو برضه. خلعتني جو، خلعتني عم راح تقول مش مليح. جامد جامد. طب بصي هندوق الفيليه ده، حلو. قول والله حلو رانيا. اخيرا لبنان زغرتوا معايا اليوم، جمال عجبته الماكله. الايد الجزائريه دي تسلم ايديها، مية مية. حي عليا، حي. تسلمي يا حبيبتي.